السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا نصلي على الرسول وما ننساش اخواتنا في الدعاء، اللهم انصرهم وارحم شهداءهم واشفي مرضاهم، اللهم امين. انا كنت متأخرة عليكم كده بس شوية، كنت بصيف، خدنا لنا يومين كده انا واخواتي، فقلت انزل لكم ايه شوية فيديوهات كده فاني مع الاولاد، يا رب تعجبكم، بس انتوا ما تكسروش بخاطرهم، وشوفوا الفيديوهات وحطوا لهم اللايك، واللي لسه ما اشتركش يشترك في القناة. هنا بقى محمد وكوكو اختاروا اصغر 2 حصان في العالم وركبوهم، وهتشوفوا دلوقتي معانا يوسف ركب اكبر حصان عشان هو قوي ما بيخافش، صح يا محمد؟ اي صح، كنت بلعب الازايز ديت التحدي. اي التحدي كده، كان بيلعب التحدي. المهم هنا بقى كوكو ركبت اختارت الحصان ده، ومحمد اختار الاسود، وانا فضلت ايه معاهم كده، ايه بصورهم، مينفعش نسيبهم طبعا لوحدهم لان هم صغيرين ممكن يقعوا من على الحصان، فلازم الراجل يبقى معاهم كده ايه يعني يسندهم. لكن طبعا يوسف عشان هو كبير اخد الحصان وجرى بيه، هتشوفوه دلوقتي معانا في الفيديو بعد ما كوكو ومحمد نزلوا. هنا طبعا محمد مش عاجبه الحصان ماشي بالراحه، فبيقول له انا عايزه يجري، مينفعش يجري؟ قال له عايزه يجري خليه لك يجري. قعد يجري وانا اجري وراه، قعد يجري وانا اجري وراه، بس هو ايه يعني كان مبسوط. قضينا الحمد لله يوم جميل، كل سنة وانتو طيبين، والجو عندنا حلو في بورسعيد، ده شاطئ بورسعيد جميل جدا. يعني عندنا الأسعار كويسة، تنزلي على البحر تاخدي مثلا، احنا خدنا 10 كراسي ترابيزتين وشمسية كبيرة، تمنهم 100 جنيه، وطبعا احنا جايبين معانا الحاجة وكده. قضينا اليوم على البحر والمغرب، سيبنا البحر ورحنا طبعا غيرنا هدومنا، خدنا شاور وغيرنا هدومنا، وقعدنا في الكافتريات، سهرنا يعني في الكافتريات اللي بالليل، ماشيين الساعة كام؟ الساعة 12 بالليل، يعني من 3 العصر ل 12 بالليل. كان يوم جميل، والأولاد برضو ايه اتبسطوا لأنهم ايه بقالهم فترة ما خرجناش. كل سنة وانتم طيبين، ما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك اللي لسه ما اشتركش حبايب قلبي، وكومنت حلو منكم. هنا محمد طبعا كان في البحر قدام عيني، قلت له اقعد هنا قدام عيني، والكبار طبعا دخلوا جوه بقى المية وكده. هنا يوسف طبعا ايه كان خلص الجولة بتاعته بالخيل وقال لي صوريني يا خالته، فصورته وبيقول لكم حط اللايك. كان فرس ما شاء الله جميل وذكي جدا، وعارف صاحبه يقف يقف، يمشي يمشي. يلا اشوفكم في فيديو جديد يا حبايب قلبي، باي باي، مع السلامة.